الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي عن أزمة كبيرة وخطيرة تهدد بغلق المئات من شركات قطاع الدواجن وتسريح عشرات الآلاف من العاملين فيها. وأوضح المياحي أن أزمة قطاع الدواجن باتت تنذر بانهيار مخيف لقطاع الانتاج المحلي، وأزمة قد تفضي بشكل كامل على القضاء على حاضر ومستقبل هذا القطاع، وتتسبب بخسائر فادحة يصعب تعويضها لمئات المنتجين المحليين. وأشار إلى أن هذا الأمر يهدد السلم الأهلي والمجتمعي، وينذر بكارثة اقتصادية ومعيشية واجتماعية وأمنية كبيرة قد تخرج عن السيطرة في حال عدم إيجاد حل ناجع وحقيقي من قبل الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء. حذرت لجنة الاقتصاد في واسط من تعرض أكثر من 1000 مستثمر يعملون بالمحافظة في مجال الثروة الحيوانية إلى خسائر مادية بسبب سياسة الانفتاح على الاستيراد من قبل الحكومة وغياب الدعم لهم. وطالبت اللجنة بحل جذري لهذه الأزمة لتجنب تفاقم الآثار، لا سيما وأن هناك أكثر من 20,000 مواطن يعملون في هذا القطاع. أعلن منفذ برويز خان الحدودي مع إيران عن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران خلال عام واحد. وقالت إدارة المنفذ إن قيمة المواد الداخلة من إيران إلى العراق وكردستان العراق من الفترة الممتدة من 21 من شهر آذار 2021 ولغاية 21 من شهر آذار عام 2022 كان أكثر من مليار دولار. وأضاف البيان أن أغلب تلك المواد دخلت كردستان العراق وأن أغلبها كان من الخضروات والفواكه. دعت وكالة الطاقة الدولية لعقد اجتماع وزاري طارئ لمناقشة حالة سوق النفط واتخاذ قرار بشأن إمكانية الإفراج عن مزيد من براميل النفط الخام من احتياطات الوكالة. وتراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من خمسة دولارات للبرميل في التعاملات المبكرة بفعل أنباء عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث سحب نحو مليون برميل يوميا من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدار أشهر في محاولة لتهدئة أسعار الخام المرتفعة. وهذه انتقالة إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز بأمان الله.